نحن الآن في المقر الجديد لمنظمة رحمة Worldwide وبضيافتي الدكتور شادي زازا، مؤسس ومدير منظمة رحمة لكل العالم ورحمة في كل العالم. هذه التوسعة الجديدة والمقر الجديد الذي أتى جهود مباركة في العمل الخيري والإنساني. بهالمناسبة دكتور بنقول لك مساء الخير، عفوا صباح الخير، وشو بتحب تقول للجالية العربية والأمريكية؟ صباح النور لك ولجميع الأخوة المستمعين. أخت ليلى، رحمة والشيء الذي وصلته الآن هي رسالة لكل إنسان مغترب مقيم في أمريكا أو في أي بلد، أنه يستطيع بالشيء المتاح بين يديه أن يقدم المساعدة لأهله. فلا جود إلا بالموجود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم الإرادة والتصميم والنية الطيبة لمساعدة الناس، وخصوصا بالبلاد التي فيها كوارث ومجاعات وحالات نزوح أو حرب ودمار، يستطيع من كل منا أن يقدم. بلشت هاي المنظمة في 2012 بناس متبرعين تبرعوا بوقتهم وجهدهم، وتبلورت الفكرة في 2014، أصبحت مؤسسة رسمية، والآن في 2020 نشهد هذه القفزة النوعية إن شاء الله لمزيد من العمل الخيري الدؤوب لمواصلة مساعدة أهلنا النازحين في الشرق الأوسط وأيضا هنا في أمريكا. دكتور شادي، نبارك للجالية العربية والأمريكية، هذه المؤسسة التي تتمتع بمصداقية عالية في تعاملها. طبعا العمل الإغاثي والخيري يحتاج إلى الكثير من المصداقية والشفافية، أنتم أثبتتم هذا الموضوع من خلال الشفافية التي تتعاملون بها. هل هذا التتويج بافتتاح مقر جديد أتى بسبب مصداقيتكم وبسبب ثقة الجالية العربية والأمريكية بالعمل الكبير الذي تقومون به والذي توسع خارج نطاق سوريا؟ طبعا المؤسسة نشأت من رحم الأزمة في سوريا، طبعا من رحم المعاناة في سوريا إلى الانتقال إلى اليمن، إلى أزمة النازحين في لبنان، لمعاونة أهلنا أيضا موجودين في الأردن في تركيا. بعض الأعمال التي قدمت من المؤسسة في غانا وفي سيراليون في إفريقيا، وجود أناس مخلصين في المؤسسة همهم هو مساعدة الناس، جعل هناك يعني طريق آمنة للمتبرعين يثقون فيها ويرون آثار تبرعهم. يعني نحن لا نحاول أن نأخذ فقط المال ثم نذهب ونختفي، نحن نحاول أن نعطي كل متبرع أين ذهب هذا المال وكيف نفذت هذه المشاريع والأثر الفعال الإيجابي في حياة الناس هناك. مرة أخرى ألف مبروك افتتاح مقركم الجديد رحمة Worldwide، رحمة في كل العالم. ممكن العنوان الجديد دكتور لمتابعينا واللي عم يسمعوا الآن للقاء؟ رحمة Worldwide 31333 Southfield Road Beverly Hills Michigan 48025 على Southfield مع 13 ميل. شكرا لك دكتور شادي زازا، مؤسس ومدير منظمة رحمة في كل العالم. هذا التوسع الجديد مبارك لكم وإن شاء الله المزيد من النجاحات إن شاء الله. الله يبارك فيك، وشكرا لراديو صوت العرب لهذه التغطية ولجهودك المميزة في تغطية نشاطات الجالية العربية في أمريكا. بارك الله فيك. Good morning everyone. We're here today to dedicate our new office. I want to introduce you to our CEO, Dr. Zaza, who will give you some comments. Thank you everyone for coming and joining us for this great moment, witnessing the new start for Rahma Worldwide. We move from relief to aid and development. This is your organization with your help. People who gather with me here start this work in 2012 by volunteering with other organizations. In 2014 we become official registered organization as Rahma Relief Foundation, and in 2020 we are witnessing a good start by moving to Rahma Worldwide Aid and Development. Thank you Congressman Levy for being here and join us. Thank you for your great support, and our religious leader, everyone, please join us with this moment to cut the thread. And if you have any comments. Yes, well, I just want to tell you how proud I am of what you're doing. Thank you. And how proud I am that your world headquarters is here in Michigan's 9th District.
in Beverly Hills, Michigan. You know, this is a moment in the world where there's a lot of pressure on refugees. There's a lot of questions about how welcoming our country and so many countries will be. And I just want to tell you that we must live up to America's promise and America's commitment, as symbolized by the words on the Statue of Liberty. We want to welcome refugees here. It's hard for anyone to come to a new country. And so the work you have done in helping refugees and newcomers settle, get settled, integrate into society, and now the work you're doing around the world, helping people in crisis situations to develop, it's just tremendous. And I couldn't be more proud that Harama Worldwide is right here. 1, 2, 3, go. All right.